الراجل ده في الجيش وزن فوق 90 والمصنف الأول والمرشح للميدالية الذهبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والعمل اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو المجلد الأول من الجزء الخامس من مسلسل لا كازا دو بابيل. امبارح في الستريم الناس قالت لي ان في تريلر نازله للمسلسل النهارده، وبصراحه ما كانش عندي اهتمام كبير قوي بيها، وده لان المسلسل بوخ قوي وطول قوي واتحلب لغايه لما نشف في رايي. بس لما ظهرت التريلر النهارده فعلا قلت اخد فكره كده، وبعدين اول لما شفت المجلد الاول دي يعني جات لي حاله كده من اللي هي بتطلع اصوات مش كويسه يعني. بس لما جيت اقرا شويه عن الموضوع عرفت ان هم 10 حلقات اللي هو الجزء الخامس والاخير. ها الاخير نتفليكس كلام رجاله المره دي. المهم يعني ان هم 10 حلقات هيطلعوا على دفعتين او مجلدين زي ما هم بيقولوا، 5 حلقات في 3 سبتمبر و5 حلقات في 3 ديسمبر. والعمليه لو جت على قد كده مقبوله، يعني احنا ما مشيناش الطريق ده كله عشان نيجي في الاخر في اخر 10 حلقات ونقول باي باي يعني. لذلك قلت اعمل تريلر رياكشن رغم اني الصراحه مش فاكر اي حاجه من المسلسل، وان في حاجات تانية كان ممكن اعمل لها تريلر رياكشن زي فيلم موسى مثلا، اللي انا الحقيقه مش متاكد اذا كنت شفت اخر تريلر ليه ولا لا، لان في تريلر شفتها كتير في السينما بس الناس بتقول لي ان التريلر مختلف. عموما بكره ان شاء الله هنفتح الكاميرا ونشوفها، ولو طلعت حاجه ما شفتهاش قبل كده هعملها حلقه واطلعها برضه. بس المهم دلوقتي خلونا في موضوعنا وخلونا في التريلر اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره، فيلا بينا. Has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas 100 horas te parecen 100 años. Te maté. Lisboa para profesor. Hola, Lisboa. El mazik. El tanque de tormentas ha sido descubierto. Mad World. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. Capitán. أنا ركزت في الأغنية وسبت التريلر، أنا آسف. De los que solo salen victoriosos o muertos. اختيار جميل. Te pedí te dije. Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. حلو. التحول بتاع الجيش ده تحول دمه خفيف وتصعيد مطلوب، اللي بيتعمل في جندية دوت انا موافق عليه جدا الصراحة، ولو في اكتر من كده بشوية. اللي بيحصل في البروفيسور دوت ان الست المجنونة دي قررت انها تاخد الموضوع لابعاد سادية شويتين، برضو تحدي جديد بيطرح على الترابيزة. حلو صراحة، حلو يعني. بصوا انا من ساعة لما عرفت موضوع ان هم 10 حلقات وحنخلص، ده حنخلص المرة دي حنخلص. يعني من ساعة لما عرفت الموضوع ده بقيت بلع الدنيا شوية، لأن يعني بصراحة لغاية امبارح أنا كنت قلب على المسلسل جامد، اللي هو نظام خلاص مش امبارح بس، يعني من ساعة لما شفت آخر حاجة معرفش هي إيه دي بالظبط، مش فاكر بقى الأرقام ضربت في بعض، الجزء الأول من المجلد الثاني من الباب الخامس والحاجات اللي هم عاملين يعملوها دي، أنا بصراحة كنت متضايق، ما كنتش مبسوط خالص. بس وأنا شايف خط النهاية كده الدنيا مبلوعه شويتين. طيب تعالوا كده نحاول نفصص. طبعا انا مبسوط جدا ان نتفليكس عندها قناه على اليوتيوب العربي وبترجم التريلرز، لان لو انا كنت بتفرج على التريلر دي بالاسباني كانت هتبقى عمليه صعبه قوي، فمتشكرين لكده. بس للاسف انتوا عارفين الانترفيس بتاعت اليوتيوب هتخلي الترجمه طالعه على البار وكلام زي ده، معلش هنعرف نتصرف يعني. مقيدا بالسلاسل تنتظر ان يقتلوك. انا مش فاكر ان طوكيو كانت مقيده بالسلاسل وننتظر ان
مش فاكر الحقيقة. آه يا نيروبي. الست المجنونة أحكمت السيطرة. يا خيبتك يا خيبتك. اختيار المزيكا بتاعت ماد وورلد ديت عبقرية. أولا لأنها أغنية جامدة جدا، ممكن تكون من أعظم الأغاني اللي ظهرت في أي فيلم في الدنيا في التاريخ يعني. وثانيا لأن حتة إن الأمور متجهة للاتجاه المجنون ده فهي معبرة قوي عن اللي بيحصل. عودة الست دي للبنك مرة أخرى هتفضل من الحاجات اللي عمري ما هفهمها. حل الست دي إنها تدخل في حالة ولادة في وسط اللي هي بتعمله ده، وما يبقاش قدامها غير ان البروفيسور هو اللي يولدها وبعدين يبقوا زي ما يكون ايه يعني اصحابه كده. باليرمو على الرغم من اللي اي حد ممكن يقوله انا شايف انه كان من الاضافات الجيده. قضوا هم عرفوا انها مسكت الراجل وربطاه من لغليغو. طب ما هي قاعده اهي مش مربوطه ولا حاجه، عامل انتوا هتلخبطونا ليه؟ اه ما احنا خدنا بالنا. لا ما تقولش كده، ده انت حبيبنا برضه. اوكي هيستدعي الجيش بقى. انا مش فاهم قوي ايه التطور اللي يستدعي التصعيد ده، يمكن تكون حاجه مش باينه في التريلر، يمكن تكون حاجه انا ناسيها الحقيقه، بس هنشوف. يديني في الميليتري يا ريس. لا كوماندوس كوماندوس يعني. ودعوا يا لمبي. علقت له الرمانه. يا ولية انت مفتريه قوي يخرب بيتك يا ست. ده البروفيسور يا ولية، حد يعمل في البروفيسور كده؟ اه هي اخرتها انهم يرجعوا لبعض، بقالنا معرفش كام حلقه وكام موسم وكام مجلد وكام شابتر عشان في الاخر يرجعوا لبعض. ماشي يا اخويا انت وهي. يحكى ان رجلا قتل مدينه اللي هي نيروبيا. انت يا جدع انت مش هيكفيني فيك حاجه بصراحه. فالست الشبونه بقت الزعيمه خلاص، التانية يعني متشعلق زي النجفه وهي اللي بتدير الموضوع بقى. جمعيه المراه المتوحشه. يا مش فاهم قوي بس ماشي. مين ده؟ ده حد مهم؟ مش ده صاحب البروفيسور؟ هذه هي المعركه الاخيره، تحلى بالعزم. قول لنفسك اخويا بيتعهدوا على الفوز. اورا فاموس. من الواضح ان الراجل ده هيبقى وراه حكايه. فوضى الى ابعد الحدود بقى مع تصاعد المزيكا بتاعت ماد وورلد ملعوبه الحقيقه. ايه هتضربي مين يا منيله؟ عياط كتير ودموع كتير. ايه ده، هو ثور هيظهر معانا؟ دي تهيالي حاجه من الفلاش باكس. نحن اللصوص المخلصون الحقيقيون. تشرفنا يا سيدي. لا يا عم عيب الحاجات دي يا عم. مين ده؟ مش ده الواد راس الحربة بتاع المنتخب الاولمبي بتاع اسبانيا؟ مين دول؟ بين. ايوه اللي هو الجدع اللي على اليمين ده، مش هو اللي كان في الجيش خارج من الطياره؟ ليك وحشه، ليك وحشه، تباعد اجتماعي وكده يعني. ماشي. بطش بطش. المجلد اللي جاي ده فيه بطش. هيفي فاير وماشين جانز بقى، يا لهوي على العشوائيه. انا عاجبني الكلام ده، ديت هيلي جنديه وعاجبني اللي حصل ده، بس انا شايف ان هو مش مستوي كفايه يعني. كنت في المرحله دي احب اشوفه مثلا نص سوا مثلا. لك هذا دو بابل البروفيسور رخص قوي. جزء خامس. ماشي يا سيدي. اخر كلام. مش هرجع تاني. مجلد اول 3 سبتمبر شابتر 5 صفحة 13. سمع. ماشي نتفليكس، اما نشوف اخرتها معاك. كويسة التريلر جدا كمنتج مستقل، وكمان مرة زي ما قلت وانا شايف خط النهاية فانا موافق، ولكن نسبة ترقبي مش ممكن تزيد عن 7.5 من 10. بس دي انطباعاتي ودي نسبة ترقبي، الاهم منها انطباعاتكم ونسب ترقبكم. ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة. ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول. تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستجرام. وباي باي.